ولتسليط الضوء على أوضاع النازحين في العراق في ظل نقص التمويل والتهديدات التي تصلهم بالقتل، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة، سلام الله عليك. يعني أوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ، مقطع الفيديو المنتشر للطفل الباكي خوفا من تهديد وصلتهم بالقتل يكشف حقيقة عن أزمة جديدة تحيط بالنازحين، لكن هنا ما هي الدوافع وراء تهديد النازحين بالقتل؟ ما الهدف من كل ذلك؟ نعم، أولا السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد من وراء كل هذه الأفعال من تهديدات تتعرض لها النازحون، هناك أهداف تريد هذه الميليشيات أن تصل لها. طبعا هذا التهديد ينتج عنه ابتزاز لهؤلاء النازحين، يؤدي أيضا إلى إرهاب لهؤلاء النازحين، وبالتالي منع عن عودة النازحين إلى ديارهم، وهذا هو الهدف الأساسي من عمليات الترهيب والإرهاب التي تمارسها الميليشيات بحق النازحين. نحن نعرف جيدا أن ما حدث النازحين هو عملية نزوح قسري، وذلك لتحقيق مخطط، وهذا المخطط يهدف إلى تغيير ديموغرافي في المناطق التي تعرضت لهذه العمليات العسكرية بدعوى الإرهاب وغيرها. إذن كيف يمكن أن يعود هؤلاء النازحون إذا كانوا يتعرضون إلى التهديد؟ إذن هذه التهديدات بالتالي سوف تمنع عودة النازحين، وبالتالي تضمن سير مخطط هذه الميليشيات في التغيير الديموغرافي في العراق. نعم. دكتورة فاطمة، الأمم المتحدة أيضا حذرت من تفاقم نقص التمويل، وبالتالي هذا الأمر يدفع بالنازحين إلى حافة الهاوية بحسب ما وصفته المنظمة الدولية، لكن ما الذي يمنع الحكومة من صرف مخصصات مخيمات النزوح؟ الحقيقة من معروف جيدا أن الحكومة العراقية هي تتربع على قمة الدول التي تتميز بالفساد مع الأسف الشديد. هذا يعني لم يأتي من فراغ، هذا بسبب الفساد الكبير المتفشي في كافة مفاصل الدولة، ومن ضمنها وزارة الهجرة والمهجرين، الأموال التي تصل للحكومة من أجل دعم هؤلاء النازحين، موثقة الكثير من عمليات الفساد والتلاعب بأموال النازحين التي تتبرع بها الدول من أجل مساعدة النازحين على الاستمرار في الحياة وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم. لكن مع الأسف الشديد في العراق تذهب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين الذين يتربحون من مناصبهم ومن كراسيهم، وهذا طبعا هو مبتغاهم الأول والأخير في الحصول على الكراسي في الحكومة. إذن طبعا لن يستطيع النازحون من الحصول على هذه التبرعات والاستفادة منها لتأمين حياتهم، بل أن أغلب ما يصل إلى النازحين هو من فعاليات المنظمات الغير حكومية التي تساهم بصورة فاعلة في استمرار حياة هؤلاء النازحين. وطبعا شهادات النازحين واضحة بأنه لا تصل لهم أي مساعدات من الدولة، على العكس من ذلك هم يشتكون من عدم صرف الأموال التي تطلق الحكومة الوعود بأنها سوف تصلهم، ولكن فقط وعود فارغة لا حقيقة لها. دكتور، الانتهاكات طالت أيضا النازحات، لكن هنا إلى أي مدى يعاد توثيق النازحات للمضايقات التي يتعرضن لها دليل إدانة بالنسبة للحكومة وأيضا للميليشيات؟ نعم، بالتأكيد شهادات النساء في مخيمات النزوح تحظى بأهمية كبيرة، خاصة وأن المنظمات الحقوقية تساند هذه الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال، ولذلك بالرغم طبعا يعني الأسى ويعني والحسرة التي يعني نشعر بها عندما نستمع إلى هذه الشهادات المهينة بحق هؤلاء النسوة، ولكن لا بد من تقديم هذه الشهادات من أجل التحرك على الأقل من أجل الوضع والتقليل من هذه الانتهاكات، خاصة وأن هذه الانتهاكات أصبحت متفشية سواء من حيث قدرة هذه الميليشيات على الدخول إلى المخيمات وممارسة الانتهاكات ضد النساء أو على السيطرات عندما يذهب هؤلاء النساء من أجل يعني قضاء حوائجهم الرئيسية من الذهاب إلى المشافي أو الحصول على فرصة عمل. إذن توثيق مثل هذه هي من الأمور المهمة التي تترتب عليها أشياء مهمة وتدفع
يعني تحسين والوقف والحد طيب من هذه الانتهاكات. دكتورة، في هذا المفصل تحديدا، يعني مضايقات أمنية، أيضا تهديدات، أيضا الاعتداء على بالكلام على أعراض الناس، وأيضا إذلال كبار السن، تعتقدين أنها تصرفات فردية أم خطة ممنهجة من قبل الحكومة والميليشيات؟ مع الأسف الشديد هي خطة ممنهجة، خاصة وأن هذه الانتهاكات يعني موثقة منذ فترات طويلة، منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. والحقيقة هذه كانت ممارسة ممنهجة للاحتلال الأمريكي، وسارت على خطاها الميليشيات والقوات الحكومية، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من مسؤولة عن تدريب هذه القوات، وبالتأكيد هي تسمح لهم وتساعدهم في يعني الحصول على التدريب وممارسة مثل هذه الأفعال المشينة اللا أخلاقية. الحقيقة الآن الذي يوثق من انتهاكات للنساء كما هو واضح في المقاطع المصورة الأخيرة، هذه ليست بالأمر الجديد. يعني حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها المرحومة شيلان والاغتصاب أولا، هل هذه نازحة؟ لا بالتأكيد. إذا من قام بمثل هذه الجرائم؟ هناك عصابات منتشرة في أنحاء العراق تمارس بصورة ممنهجة. عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لكم.